مساء الخير، لقاء الجمعة معاكم. طبعا الأول كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة رمضان ومناسبة عيد القيامة ومناسبة شم النسيم. كل سنة واحنا كلنا في وطن حر وسعيد وكلنا مواطنين محترمين. أنا ابتديت مجموعة الفيديوهات ده، هي أنا بعمل فيديو كل يوم جمعة بانتظام بناء على طلب أصدقاء، يعني بعتز بيهم جدا داخل مصر وخارج مصر. واتكلمنا قبل كده على فكرة إن الرئيس ما هوش هو مصر، يعني السيسي مش مصر، السيسي شخص بيقوم بوظيفة رئيس الجمهورية، بس كون إن أنا بعارض السيسي مش معناه إن أنا خاين ولا عميل ولا كل هذا الغراء. واتفقنا إن أنا هقول في كل فيديو أنا بعارض نظام عبد الفتاح السيسي ليه. اتكلمنا على حرية التعبير المرة اللي فاتت، اللي مهتم يعني يعرف لو عنده وقت يبص على الفيديو اللي فات. المرة دي هنتكلم على موضوع خطير جدا، من الأسباب الرئيسية لفشل الديكتاتوريات، ومن الأسباب الرئيسية إن أي إنسان فاهم حقوقه لازم يعارض النظام عبد الفتاح السيسي أو أي نظام شبهه. وأنا بقول نظام عبد الفتاح السيسي لأن النظام ممكن يستمر حتى لو عبد الفتاح السيسي مش موجود. يعني المشكلة في النظام العسكري الديكتاتوري، هو ده المشكلة. أنا هبسط الموضوع، أنا ليه بعارض في النقطة بتاعت النهاردة من أسباب المعارضة. هبسطها بمثل بسيط جدا ممكن يحصل لأي حد فينا. حضرتك عندك مصنع، أنت صاحب المصنع، سواء ورثت المصنع عن المرحوم والدك أو أنت عملته بنفسك، أنت صاحب المصنع. جبت للمصنع ده مدير، يعني أنت جبت له مدير، المدير ده المفروض بيشتغل عندك لأن أنت صاحب المصنع. فوجئت إن المدير مش عايز يوريك الحسابات. يعني أنت رحت آخر السنة لقيت المدير بيقول لك اتفضل حلال عليك ادي مكسبك، او بيقول لك احنا خسرنا مش مهم، انما بيقول لك انت بتقول له طب ممكن اشوف الحسابات، يعني المصنع خسر او كسب قد ايه او ايه الحكايه. ففوجئت ان هو مش بس رفض، المدير ضربك، جاب بلطجيه ضربوك وراحوا واخدينك الاسم، فتعلقت في الاسم اسم الشرطه واتضربت عشان ما تزعلش الباشا، الباشا اللي هو المدير اللي المفروض بيشتغل عندك. ها، وتلفقت لك قضية سهل، تلفقت لقوا عندك حتة مخدرات عام أي حاجة يعني. واتحبست، كل ده عشان بتطالب حقك. انت ما قلتلوش حاجة، انت ما ضايقتوش، انت ما شتمتوش، انت ما قلتلوش أي حاجة. انت بتقول له أنا صاحب المصنع وانت المدير، انت بتشتغل عندي، أنا عايز أعرف، أنا عايز أعرف، عايز أشوف حسابات المصنع دي إيه. فضربت وتهزأت واتهنت وتزليت، وهو ليه معرفة في البوليس فضربوك وعلقوك، واتعملت لك قضية واتحبست سنة سنتين ثلاثة أربعة وطلعت. أولا، هل التنكيل اللي حصل لك ده ينسيك حقك؟ مش المفروض ينسيك حقك، لأن المصنع ده بتاعك وانت من حقك تشوف الحسابات. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هيطلع لك ناس بقى ولاد حلال عندنا يعني موجودين للأسف في مصر كتير قوي، يقول لك يا عم بقى كبر دماغك، بلاش تمشي خلاص، هو الراجل ده عافي وجامد وليه واسطة في البوليس وبتاع، وبعدين بيديك آخر السنة قرشين خلاص، بالك يعني بارك الله فيما رزق، ما تفتحش على نفسك وجع قلب، وانت عندك عيال خليك مع عيالك ومش عارف ايه والكلام ده. طبعا لو انت سمعت الكلام ده يبقى انت تستاهل اللي يجرالك، لان انت بتتنازل عن حقك لشخص اغتصب حقك وعاقبك وزلك وضربك وانت ساكت. لا، انت كل اللي طالبه ايه؟ انت اللي طالبه ايه؟ اللي طالبه في المثل اللي بقوله ده، انك تشوف الحسابات بتاعت المصنع. حقك، حد يقدر يقول لا مش حقك؟ هو المدير ده بس الوحيد اللي بيقول ده مش من حقك. تمام. طيب هل المدير ده لو جه كان بيديك مثلا مكسب 10,000 جنيه فراح مزودهم 2,000 جنيه،
بقوا 12,000 جنيه. هل ده ينسيك حقك؟ مش المفروض ينسيك حقك، ولو نسيك حقك يبقى انت تستاهل اللي يجرالك، لان حق اصيل، لان انت صاحب المصنع، انك تعرف ايه اللي بيحصل في المصنع. ده مدير، ده مجرد مدير بيشتغل عندك، انت المصنع بتاعك. اظن يعني المثل ده كلنا متفقين عليه، مش ممكن حد يقول والله لا صاحب المصنع ملوش دعوة، او صاحب المصنع مش من حقه. تهيألي يعني حتى اكتر السيسوية عنفا وحماسة هيتفقوا على الموضوع، اه صاحب المصنع لازم يشوف الحسابات. احنا بقى بدل المصنع شيل في المثل ده وحط البلد، انت كمواطن صاحب البلد، زي ما في المثل اللي انا قلته ده في صاحب للمصنع، انت صاحب البلد، انت المواطن في اي دولة محترمة. هو اللي عمل الدولة، الدولة ما بتعملش المواطنين، المواطن ده هو الدولة كلها في خدمته، كل الدولة بتخدمه، وهو صاحب الدولة، هو صاحب الوطن وصاحب الدولة، وبالتالي من حقه يعرف كل حاجة. ليه؟ زي بالظبط صاحب المصنع ما من حقه يشوف الحسابات. المبدأ ده مستقر في الدول الديمقراطية وعملوا له اسم، اسمه حرية تداول المعلومات. طبعا احنا عندنا ناس بتعمل تشويش في الرأي العام، لان الاعلام كله مسيطر عليه المخابرات، والتمثيليات اللي هتشوفوها في رمضان المخابرات اللي عاملاها، وفي ضابط قاعد في كل استوديو والكلام ده. ها ليه؟ علشان ما تفتكرش وما تفهمش ان انت صاحب البلد، واخد بالك؟ فبيقولك لا ده حرية نقل المعلومات، اللي هم الأفاقين اللي بيطلعوهم، ومنهم ناس للأسف أسماء كبيرة وصحفيين وكتاب وكده. ده للصحفيين، حرية المعلومات للصحفيين؟ لا يا فندم، ده لأي مواطن. يعني ايه حرية تداول المعلومات؟ يعني حضرتك مواطن في فرنسا، مواطن في انجلترا، مواطن في اي دولة ديمقراطية، من حقك الاطلاع. خلي بالك بقى، شوف الجمال بتاع الديمقراطية، من حقك الاطلاع على اي رقم حكومي. يعني ايه رقم حكومي؟ يعني انا بفتح التلفزيون لقيت الرئيس السيسي كما هو عامل، طبعا عامل مؤتمر شباب عازم فيه 20,000 شاب ولا 5,000 ولا 3,000. انا كمواطن ابعت، كان الاول بتبعت جواب يردوا عليك 15 يوم، مع الايميل دلوقتي تقدر تبعت ايميل تقول والله طبقا، اسمه بالانجليزي Freedom of Information Act، يعني حرية تداول المعلومات، او قانون حرية تداول. ها بناء على القانون ده انا عايز اعرف مين اللي دفع فواتير الناس اللي جت اللي السيسي عزمهم، الطلبة دول مين اللي دفعهم؟ رجال الاعمال وريني فواتير، لازم غصب عنه يبعت لك صور من الفواتير. يعني رجال الاعمال فلان دفع كذا، فلان دفع كذا، فلان دفع كذا، لان انت مواطن، انت صاح زي صاحب المصنع، انت صاحب البلد. فعش ان الفلوس تتصرف كده وانت قاعد مش عارف حاجة ومش من حقك تعرف، ولو سألت ولو اتكلمت ولو قلت الكلام اللي انا بقوله ده تتضرب وتتهزق وتتهان وتتعذب في الاسم، وتتلفع لك قضية مش عارف مساعد الجماعة الارهابية، الباكج اللي هم بيعملوها دي، واشاعة اخبار كاذبة، وتترمي في السجن حبس احتياطي 4-5 سنين. ما ينفعش. وبالتالي من حق اي مواطن انه يعرف اي رقم حكومي، اي رقم حكومي. وزير الخارجية عازم ناس تبعت يقول لك بص دي دول اصحاب وزير الخارجية، فدول على حسابه، ادي فاتورة وزير الخارجية. طبعا في قصة شهيرة جدا لرئيس وزراء بريطانيا، انه هو طلع السابق
طلع في صوره كده زي اللي انا فيها كده، ففي مكنه قهوه كبيره جدا، الراجل كان بيشرب قهوه بيشتغل كتير قوي، جاب مكنه قهوه جباره كانت ب 80 جنيه استرليني، مع ان مكن القهوه اقل من كده بكتير. الدنيا هاصت ازاي وفلوس، طبعا حريه تداول المعلومات. ها فالراجل نشر، رئيس الوزراء نشر الفاتوره اللي هو دافع فيها مكنه القهوه من فلوسه، من الفيزا كارد بتاعته هو، عشان الناس تهدى. فالمفهوم ده موجود عند الدول، يعني عند المواطنين في الدول الديمقراطيه، هو مش موجود عندنا خالص. طيب واحد هيقول لي طب قانون حريه المعلومات دي مش فيه، طبعا دول بقى المواطنين الشرفاء، يقول لك ايه طب هو مش فيه، هو يقول لك كل حاجه كده، طب مش في معلومات سريه وفي معلومات تضر الامن القومي. طبعا هنا بين قوسين الامن القومي ده بيستعمل استعمال سيء جدا، علشان اي حاجه عايزه النظام يقول لك ضد الامن القومي. اوكي، مع ان الامن القومي كان يمنع ان احنا نود ندي تيران وصنافير للسعوديه، وبالتالي نخلي ممر تيران ده اللي حاربنا عشانه ونخليه ممر دولي ملناش فيه، ده الامن القومي بجد بقى. ما علينا. فهو يقول لي طب كل المعلومات كده يبقى الدولة دي هتروح في داية. لا يا فندم، كل حاجة مظبوطة في النظام الديمقراطي، في معلومات سرية أو مصنفة باللغة الإنجليزية اسمها classified، خلاص، وفي معلومات عسكرية. مش معنى المعلومات العسكرية إن احنا ما نعرفهاش، لا، يعرفها المندوبين عندنا، عننا. مين المندوبين عننا؟ اللي هو البرلمان. البرلمان هو المندوب عننا، فتتعمل لجنة من أعضاء البرلمان يشوفوا كل الإيه؟ المعلومات العسكرية السرية اللي إذاعتها ممكن تبقى غلط على الدولة. أنت حضرتك اشتريت غواصات مثلا. طيب هل ده كان ضروري؟ هل ده كان ضروري؟ طب اشتريت الغواصات دي بكام؟ اشتريتها مثلا من المانيا، اشتريت طيارات الرافال مثلا من فرنسا، طب هل دي كانت ضروريه فعلا؟ يجي الجيش يتكلم، يجي مندوب الجيش يقول والله كنا عايزينها عشان كذا 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 كذا. يجي بقى ايه اللجنه اللي هي عاملها البرلمان تقارن الاسعار، شوف الشغل بقى، شوف الجمال. طب انت دلوقتي اشتريتها بكذا، طب في الهند اشتريتها اقل منك 30%، فين العقود؟ العود فين؟ ما دي فلوس الناس، دي فلوس دافع الضرائب، دافع الضرائب ده حاجة كبيرة في الدولة الديمقراطية، كل من يدفع الضرائب صاحب البلد، أنا اللي بدفع الضرائب، أنت بتاخد مرتب كرئيس جمهورية مني، ها؟ وبالتالي كل حاجة بتبقى موجودة متراقبة من البرلمان على يعني مدى قليل، علشان ما ينفعش إذاعة الحاجات دي. بس طبعا لو لقوا حاجة غلط هتبقى مصيبة، يعني لو لقوا عمولات سلاح مثلا، لو ان انت شاري حضرتك اغلى من السعر العالمي ب 30-40%، لا 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 لا، ده في محاسبة وفي حبس وفي محكمة وفي قضاء بجد. ها المعلومات السرية انت من حقك عضو برلمان تطعن على انها سرية، يعني ما هو ممكن اي واحد مش عايز يخبي حاجات عملها رئيس جمهورية يعملها كلاسيفايد، يعملها مصنفة، لا ده في مراجعة هل دي فعلا كانت مصنفة ولا لا. والثقة في البرلمان كبيرة جدا، لان البرلمان طبعا منتخب بجد، يعني مفيش احنا بقى نظام الشنط اللي هي الزيت والسكر والكلام، ولا التزوير ولا الكلام ده، فهو فعلا بيمثل الناس. طيب يبقى كل المعلومات للشعب، الشعب لازم يعرف كل حاجة. ليه؟ لأنه صاحب البلد، صاحب المصنع، في المثل اللي أنا قلته لحضراتكم في الأول. طيب هل الكلام ده موجود في مصر؟ أنا بعرض السيسي ليه بقى؟ ما أنا بقول لكم أنا بعرض السيسي ليه؟ مش موجود خالص نهائيا. مثل بسيط، اي رئيس دولة ديمقراطية انا بيقدم اقرار ذمة، زي ما الدستور بتاعنا بتاع 2014 بيحتم على رئيس الجمهورية انه يقدم اقرار ذمة اول ما يعني ايه اقرار ذمة؟ نعرف ثروته قد ايه؟ عبد الفتاح السيسي مع احترامي يعني ما قدمش اقرار ذمة، ومحدش يقدر يطالبه انه يعمل اقرار ذمة،
ولو حد طالبه هيروح في 60 داهيه. لو حد طلع قال فين اقرار الذمه بتاع الرئيس، اللي قال في اقرار الذمه بتاع الرئيس الاستاذ العظيم المهندس يحيى حسين، ده كتب مقاله، ده محبوس بقاله سنتين اهو حبس احتياطي، كتب مقال قال لا اين اقرار الذمه بتاع الرئيس، ادي مصير اللي بيطالب بحقه، بيطالب بحقنا مش بيطالب بحقه بس، هو مش يحيى حسين او غيره او الناس كلها المحترمه اللي موجوده في السجن دي مش هتزيد درجه، بس هي بتطالب بحقنا، واحنا في اوقات كتير ما بنبقاش فاهمين ان هم بيطالبوا بحقنا. ما عندناش اقرار ذمه للسيسي. طيب الدوله المحترمه في اي حته السيسي واولاده ومراته كل ثروتهم او فلوسهم او مدخراتهم زي ما انت عايز تسميها قبل ما يتولوا المنصب بتبقى ضمن قانون حريه المعلومات، عشان اعرف انت والله بقى المدام بتاعت السيده حرم رئيس الجمهوريه ورثه ارض من حته عندها في البنك كذا، ماشي يعني انتوا لما توليتوا المنصب كانت انت معاكي 800,000 جنيه، ما ينفعش بقى بعد ما تطلعي من المنصب يبقى معاكي 44 مليون، ما ينفعش. عشان كده حرية تداول المعلومات لازم تبقى مقرونة برقابة. الرقابة دي هنتكلم عليها المرة الجاية. رقابة شعبية ورقابة إعلامية، قلنا ليه حرية التعبير وقفت، ورقابة برلمانية هنتكلم عليها المرة الجاية. طيب احنا الرئيس السيسي بيتعامل، انا بتكلم بمنتهى الاحترام بالمناسبة، انا بقول انا بعارض السيسي ليه؟ ونرجع لموضوع المصنع اللي انت صاحب المصنع عايز تعرف الحسابات، انت لما بتطلب من المدير الحسابات مش بتقوله انت حرامي، يعني انت لما تطلب منه حقك ده مش معناه اهانة. الرئيس السيسي للأسف، ومش السيسي بس، كل العسكريين اللي تولوا من اول 52 بيعتبروه اهانة. يعني الراجل طلع قال انا ببني قصور رئاسيه وحابني وحابني وحابني، ازاي يعني؟ بس مش ليا طبعا، كل واحد بيعمل اي حاجه يقول لك عشان مصر، من اول كره القدم لغايه الممثلين كله عشان مصر، قال عشان مصر. تمام، طيب حضرتك بتبني وتبني بنبني قصور رئاسيه منين؟ الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت حضرتك ولا بتاعت الدوله؟ إذا كانت بتاعت الدولة تبقى بتاعت الشعب ولا بتاعت الجيش؟ فلوس الجيش هي فلوس الشعب، لأن الجيش بتاع الشعب. لا لا لا، مفيش كلام من ده خالص. ولما الناس كلمه وزعل وقال أنا بعد ما عملت 30 يونيو وعملت وحطيت إيدي على كفي والكلام ده تيجوا تقولوا لي عايزين فواتير؟ يعني شوف المفهوم، مفهوم عجيب جدا. لا، والمفهوم ده بيتكرر كل مرة، يعني آخر مرة راح قايل إيه؟ انا جنبت، خلي بالكم الكلام ده مش موجود في العالم، خلاص خلص الكلام ده، كان في القرن 19. تمام، بيقول ايه؟ انا جنبت 100 مليار عشان نحارب بيهم الكورونا. يعني ايه جنبت؟ جنبت من ايه؟ انا لما اقول جنبت يبقى انا عندي مبلغ وباخد منه، بتاخد منه 100 مليار، طب هو المبلغ ده بتاع مين؟ يعني دي من الديون ولا دي فلوسك ولا دي فلوس الجيش ولا دي فلوس مصر ولا دي فلوس ايه بالظبط؟ مش من حقنا نسأل، واللي يسأل يتحبس. مش بس يتحبس، ده يتقال عليه خاين وعميل وقذر، ويروحوا يدوروا له مصاحب واحده بيكلمها في التليفون. طب واحد مصاحب واحده بيكلمها في التليفون، انت ايه يا اخي؟ متضايق مع مراته، يمكن هيطلق مراته ويتجوزها، يمكن هتجوز. يعني احنا مالنا؟ واحد بيقول بينقد نقد موضوعي، تسيب انت النقد الموضوعي وتروح تقول ده مصاحب فلانه؟ بصوا وادي التسجيلات، علما ان التسجيل بهذه الطريقه جريمه عقوبتها حبس. بس طبعا هم معاهم كل حاجه. نرجع للموضوع، وبالتالي احنا ما عندناش حريه تداول المعلومات، مش بس ما عندناش، مش من حقنا نسال. يبقى انت ما بقتش مواطن، وانا طبعا ما بقتش مواطن، احنا بقينا ايه؟ عبيد الاحسان. انا اسف اللفظ بايخ، بس انا متعمد انه يبقى بايخ.
يعني انا داخل، انا جوه الموضوع، مش بقول لكم انتوا، بقول احنا. يعني ايه عبيد الاحسان؟ يعني مالكش حقوق. يعني المدير اللي خد المصنع واللي بيضربك وبيذلك ولفقلك تهم وحبسك لانك طلبت بحقك، ممكن يجي على رمضان يوم يديك 500 جنيه، 1000 جنيه، يبقى انت عبيد احسانه، انت عبد الاحسانه، ما انت صاحب حق. ده الفرق بين المواطن وعبد الاحسان. عبد الاحسان يعني مالوش حقوق، هو قاعد مستني كده لما الرئيس او الباشا او المدير في موضوع المصنع ده يديله قرشين يبقى كده تمام. طيب هل اللي انا بقوله ده حرية المعلومات؟ يعني هنا سؤالين. اول سؤال، انا ممكن ادي لحضراتكم امثلة من، يعني عايز ارى 20 ندوة، لان انا متابع، انا اتعلمت في الغرب وقعدت في الغرب ومتابع بقرا كل حاجة يعني الحمد لله، وبالتالي فانا عارف. يعني تخيلوا مثلا ان مثلا رئيس وزراء انجلترا، قلته لكم ان كلينتون وسيم كان لما جه ويعني مهتم بوسامته قوي، ماشي مش عيب، فكان بيحلى عند حلاق غالي جدا غير الحلاق اللي هو بتاع رئيس الجمهورية، فالكونجرس ارغبه انه يدفع الفرق. يعني احنا الحلاق مثلا الرئيس الجمهورية بيحلق ب$50، هو كان بيحلق ب$400، قالوا لا يا حبيبي، لا لا لا، انت حضرتك يعني مبسوط من شكلك وعايز تبقى عمور وبتاع، على حسابك على حسابك. ها حصل لي انا مرة موقف هقوله لكم بسرعة كده. كان في سفير دولة اجنبية في مصر، كان صاحبي قوي، انا اعرفهم وبتاع، بس ده كان صاحبي جدا هو ومراته، يعني بيعزمني وبيحب الادب، وعمل لي توقيع عنده في السفارة، توقيع كانت رواية من رواياتي طالعة في الترجمة في اللغة اللي هي بتاعته. وبعدين انا مرة رايح اوروبا في الطيارة، لقيت مراته اعرفها طبعا، وسلمنا على بعض وبتاع، وبعدين انا يعني دور النشر اللي بتنشر لي بتعزمني عشان اروح اعمل ندوات للرواية وللروايات والكتب بتاعتي، فبتعزمني في البيزنس درجة رجال الاعمال. لقيت مرات السفير قاعده في الايكونومي في الدرجه الاقتصاديه، فقلت لها انت مش راكبه ليه رجال الاعمال؟ قالت لي عشان ده ضد القانون، نبي تاخدوا بالكم الحته دي. قلت لها ازاي؟ قالت لي القانون بيقول لما ببقى مع جوزي السفير نركب احنا الاثنين رجال الاعمال، لان ده مظهر الدوله، يعني احنا الاثنين نركب بيزنس انا ومراتي، لان انا سفير دولة، لا انا مقام الدولة، يبقى انا اركب بيزنس. لما ابقى لوحدي انا رجعت بقيت مواطنة عادية بقى خلاص، وزارة الخارجية هتدفع لي، فاركب ايكونومي. طبعا هنقارن ده هنتضايق، يعني هنقارن ده باللي بيحصل. حاجات بقى ايه، امثلة كتيرة جدا جدا جدا. يعني في وزير صحة في فرنسا، طبعا كلهم بيعملوا اقرار ضريبي ومش عارف ايه وبتاع، طلع انه كذب في اقراره الضريبي وعنده حساب في سويسرا، والحساب كان فيه حاجه خايبه جدا، يعني 400 يورو ولا حاجه زي كده، وهو بيقول وممكن يبقى ان هو نسي يقول، لان ده كان حساب مفتوح من زمان، انتهى مستقبله السياسي. يعني اتحاكم في البرلمان واستقال، واصحابه قعدوا يقولوا ارجوك وخلاص مش مهم، بس هو ممكن طبعا دي حاجات يعني غريبه بالنسبه لنا جدا، ممكن ينتحر. انا كنت في فرنسا في الوقت ده، ممكن ينتحر لان هو اتدمر. خلي بالكم طلع عنده حساب بيقوله هو ان هو نسيه، فاستقال ودعم ليه؟ لانه خالف قانون حريه تداول المعلومات. طيب حد هيقول لي هو احنا يعني وحشين كده خالص خالص خالص؟ في ناس بتفكر كده، وانت كل شوية تقول لنا امثلة من اوروبا وامثلة من امريكا، يعني احنا ضايعين خالص، وفي ناس تقول احنا ما ينفعش معنا ديمقراطية اصلا. انت بتقول ايه؟ انت جايب ناس بتقارنهم بينا، ده ما يقارنوش بينا خالص. طيب انا بقى برد على الناس دي اللي هم بالذات اللي بيقولوا مصر ما ينفعش فيها ديمقراطية.
انا هجيب لك مثل على قانون حرية تداول المعلومات والرقابة سنة 27. طبعا برجع اقول بسرعة، قبل 52 ما كانتش جنة، يعني كان في محاولات من الملك للسيطرة على السلطة، كان في تدخل الاحتلال البريطاني، بس كان في حركة وطنية بيقودها الوفد المصري، والوفد كان فاهم هو بيعمل ايه، كان في مشروع ليبرالي ديمقراطي الحكم العسكري قضى عليه تماما، بحيث ان الناس دلوقتي مش فاهمة هي المفروض تروح فين. في مصر قبل 52 كانوا فاهمين المفروض يروحوا فين. زي انا اديت مثلا قبل كده، واحد في كلية الطب بينجح ترم ويسقط ترم وعيد السنة، بس هو في الاخر هيتخرج. احنا بقى طلعنا من الحكم العسكري، طلعنا من كلية الطب ودخلنا معهد البريد، وبالتالي ما بقاش في دماغنا ان نبقى في المثل ده ان نبقى دكاترة، ما بقاش في دماغنا الديمقراطية اصلا. اسمعوا بقى ايه سنة 27 حصل. 27 الملك فؤاد، طبعا انتوا عارفين ان احنا بناخد ثورة 19 انشأت الدولة المصرية بمعنى الدولة المدنية، وعملت ملك دستوري. يعني ايه ملك دستوري؟ بغض النظر انه حاول يتدخل طبعا وبتاع، مش دي النقطة، انا بتكلم رسميا كان ملك دستوري، يعني ملك يملك ولا يحكم. الملك الدستوري ملك يحتكم الى الدستور، يملك ولا يحكم، ما هو السلطان، ما هوش خليفة، ما هوش أسرة زي موجودة في العالم العربي، هي وولادهم وعيال عيال هم اللي هيفضلوا يحكموا طول عمرهم، لا، ملك دستوري. فالملك كان وقتها الملك فؤاد. سنة 27 الملك فؤاد، خلي بال حضراتكم 27 يعني من تقريبا 100 سنة، الملك فؤاد كانت مصروفاته بيتم اعتمادها من البرلمان المصري. خلي بالك معايا، يعني ميزانية القصر زي انجلترا زي اي دولة فيها ملك دستوري بيبعت يقول والله انا محتاج كذا، وبنتي اتجوزت الملك وكذا وكذا، وبعدين تتعمل لجنة من البرلمان تقول الكلام ده صح او الاسعار دي مبالغ فيها او هنعمل ايه، لان البرلمان هو الشعب. الشعب هو ايه؟ هو صاحب المصنع وصاحب البلد وصاحب الوطن، فهو دي فلوسه. فالملك مؤاد كان مسافر بره قد ايه فترة، يعني في الصيف كده، فقالوا له بص بقى، بص الحوار بين البرلمان المصري من 100 سنة والملك فؤاد، قالوا له دي سفرية يعني للفسحة وللعلاج، سفرية خاصة ولا سفرية عامة؟ قال لا سفرية عامة. هو بيقول سفرية عامة ليه؟ عشان البرلمان يدفع له مصاريف السفرية. قالوا له لا، الملك لما يسافر سفرية عامة يبقى يعمل محادثات سياسية، ولما يعمل محادثات سياسية لازم ياخد معاه وزير الخارجية، لانه هو ما يملكش، ده راجل ملك دستوري، هتروح تكلم مين؟ انت مالك ما تتكلمش، انت راجل رمز، انما الحكومه هي اللي منتخبه، فتاخد معاك وزير الخارجيه تبقى زياره او تبقى سفريه او تبقى رحله رسميه ندفع لك فلوسها. هتسافر لوحدك؟ معلش احنا مش هندفع حاجه. مين اللي بيقول لمين؟ البرلمان المصري بيقول للملك فؤاد معلش مش هندفع، احنا مؤتمنين على فلوس الشعب، وانت راجل رايح مسافر لوحدك وبتقول دي سفرية رسمية، لا مش رسمية، انت مالكش تسافر سفرية رسمية، يا اما تاخد وزير الخارجية يا اما مش هندفع. وحصلت ازمة والجرايد دخلت طبعا، وبتاع قصة يعني لحد عنده وقت يبقى يبحث فيها عشان يعرف احنا بندافع عن ايه، انا بدافع عن ايه وغيري بيدافع عن ايه. ده كان موجود في مصر عشان مفيش حد جاهل، انا اسف يعني انا ما بحبش، بس هو جهل يقول لك اصل مصر عمرها ما عرفت الديمقراطيه قبل كده. انت البعيد جهل، اقرا. انا بقول لحضرتك سنه 27 قانون حريه المعلومات ده اللي انا بقوله لحضرتك، والرقابه اللي احنا بنقوله سنه 2020 كانت مصر فهمها سنه 1927 من 100 سنه. من هنا قالوا له بص برلمان اهو، عايز تحل البرلمان حله، بس احنا مش هنغير رأينا. سفرية خاصة تدفع يا حبيبي، سفرية رسمية تاخد وزير الخارجية. حصل ايه؟ الملك فؤاد أزعن للبرلمان
وخد وزير الخارجيه معاه، خد كان عبد الخالق ثروت باشا. ها؟ عبد الخالق ثروت اللي هو اسمه متسمي في وسط البلد. فخد معاه وزير الخارجيه. قالوا له خدت وزير الخارجيه، يبقى وزير الخارجيه هيعمل محادثات وهيرجع يدينا تقرير كبرلمان ممثل للشعب، يبقى في الحاله دي ندفع لكم. تخيلوا ده كان بيحصل في مصر. تقدر انت تقول للسيسي دلوقتي السفريه بتاعتك مين اللي بيدفعها؟ تقدر تقول له العربيات بتاعتك دي قد ايه بتاعت الرئاسه دي؟ تقدر تقول له القصور الرئاسيه دي مين اللي بيدفعها؟ تقدر تقول له من فضلك ورينا الاقرار الضريبي بتاعك؟ تقدر تقول له ثروتك قد ايه انت وولادك؟ تقدر تقول له اللواءات مع احترامي ليهم اللي موجودين دول معاهم فلوس قد ايه؟ تقدر تقول له عندكم حسابات بره ولا لا؟ تقدر؟ ما تقدرش. عشان كده احنا بنعرض السيسي. الديمقراطيه هي الحق.